تحياتي كابتن اسامه، واهلا بيك وكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا بيكم منور قناه الاهلي. شايف ازاي السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، وخاصه كيف تناولت الصحف الاماراتيه هذا اللقاء؟ اكيد طبعا مباراه مهمه، يمكن مباراه الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري تقام هنا في الامارات، بتعتبر عرس، يعني مش مجرد مباراه عاديه. الاخوه هنا في الامارات طبعا في اهتمام كبير جدا بمباراه السوبر المصري، بيكون في حرص كبير ان المباراه تقام هنا. يمكن دي المره الخامسه اللي هتقام في الامارات مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك. اكيد الجانب الاماراتي طبعا بيكون حريص على وجود المباراه دي، مباراه احتفاليه بيكون في حضور جماهيري كبير جدا، خصوصا جماهير النادي الاهلي طبعا اللي بتبقى موجوده بكثافه وبتحجز تذاكرها من بدري. يمكن دي اعتادت جماهير الاهلي ان هي تكون تحجز جماهيرها في مدرجات ملعب المباراه. عايز اقول لك يا كابتن اسامه ان يمكن الايام دي كمان في احتفاء ب 50 عام او اكثر على العلاقات المصريه الاماراتيه طبعا من ضمنها طبعا مجال الرياضه. الرياضه طبعا كانت حاضره بشكل كبير جدا طوال العلاقات المصريه الاماراتيه على مدار سنين طويله. يمكن الفعاليات والاحداث من ضمنها كاس السوبر اللي بدات استضافته هنا في الامارات من سنه 2015، كان اول مباراه بين الاهلي والزمالك على استاد هزاع بن زايد، وهتتكرر المره الثانيه. من ضمنها زي ما بقول لك العلاقات المصريه الاماراتيه، تنظيم كاس السوبر في الامارات، تنظيم السوبر الاماراتي اللي حصل في القاهره مرتين، يمكن كان برضه سنه 2016 و2017 كان السوبر الاماراتي في القاهره. طبعا ده دليل على قوه العلاقات بين الامارات ومصر طبعا المجال الرياضي بيجسدها. طبعا مباراه السوبر فيه اهتمام هنا كبير جدا باللقاء من كل وسائل الاعلام. طبعا الجاليه المصريه هنا بتستنى المباراه بشكل كبير. التوقعات طبعا يمكن التذاكر اعتقد ان هي نفذت تقريبا، ما فيش مكان، يمكن حاجات بسيطه جدا اللي موجوده زي ما اعلن مدير قطاع الفعاليات مجلس ابو ظبي الرياضي. الترتيبات هنا جاهزه على اعلى مستوى، مجلس ابو ظبي الرياضي وكل الجهات المعنيه سواء اتحاد الكره الاماراتي وكل الجهات، ترتيبات على اعلى مستوى زي ما اتعودنا. وهيكون في احتفاليه كمان ان شاء الله في المباراه باذن الله، سواء احتفاليه غنائيه، وفي منطقه للفعاليات الفعاليات الجماهيريه هتكون خارج الاستاد عشان كل الاسر وكل الجماهير اللي جايه ان شاء الله تستمتع بالمباراه. واحد من احلى وافضل الملاعب مش في الامارات بس، في العالم، ملعب هزاع بن زايد لا يحتضن هذا اللقاء. كلمنا عن ملعب المباراه برضو، ان هو خاصه يعني من الملاعب الحلوه جدا ملعب هزاع بن زايد. استاد هزاع بن زايد يمكن كان خد اجمل ملعب في العالم سنه 2014. حقيقة. كان مصنف يعني خد هذا التصنيف اجمل ملعب في العالم سنه 2014، واحد من افضل الملاعب طبعا اللي موجوده، يمكن مش في الامارات بس، في المنطقه. واقيم عليه نهائي كاس رئيس الدوله الاماراتي يمكن قبل 4 ايام بين الوحده والشارقه. الملعب طبعا في خدمات كبيره جدا، ملعب شكله جميل جدا، المدرجات 25000 متفرج، طبعا هتكون مناصفه بين الجماهير الفريقين في السوبر ان شاء الله. عايز اقول كمان ان استاد هزاع بن زايد يمكن مش بس استضاف السوبر قبل كده او مباريات هنا محليه، لكن استضاف قبل كده نهايات بطوله كاس العالم للانديه. يمكن في خلال نسختين قبل كده استضاف كاس العالم للانديه، معروف طبعا على كل مستوى العالم. ايضا في كاس اسيا قبل كده اللي اقيمت في الامارات سنه 2019. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد صادق الناقد الرياضي بجريده البيان، حطينا في كل الاخبار وما يدور هناك في دوله الامارات عن هذا اللقاء.